هاد البطولات قامت اول مره بعد 3 سنين من الوقت توقف تاعها من على جال جائحه كورونا اللي ما قدرناش نديروها. تدريبات كانوا ما كاش في هذه الفتره، الحمد لله دوكا قدرنا نعاودوا نحيوا هذه البطوله الشتويه. يعني الهدوء عند الانطلاقه احسن هنا الفرق على المستوى الوطني راهم هنا ممثلين اغلبيه كمولوديه الجزائر، لوسما دالجي، سي ار بي بالوزداد، اي اس بي تي تي. الحق عدد المشاركين فقط 360 سباح، واعظم سباحين تاع المنتخب الوطني الجزائري راهم هنايا، راهم هنا يشاركوا في هذه البطوله. هذه بطوله راه يجوز في احسن ما يرام. نشكر مدير لوبوب اللي وقف معنا وسهر معنا، نشكر مديريه الشبيبه والرياضه لولايه الجزائر اللي على راسهم المدير اللي تبعنا خطوه بخطوه باش تنجح هاد البطوله، نشكرهم كامل ونشكر كاع الفرق المشاركه. شفنا كما يقولوا رقم لاباس به معتبر من ناحيه المشاركه، خاصه وانه في هذا الرقم في عده سباحين اللي هما في المنتخب الوطني للسباحه بجميع الفئات، صديق اصغر واواسط وحتى الاكابر. التنظيم الظروف راها كلها مهيئه، اجتهدنا كرابطه حتى مديريه الديوان اللي اجتهدت حضرت لنا المسبح بيكون على اتم الجاهزيه والاستعداد ليحتضن هذه البطوله. نظن كل الامور صارت على احسن ما يرام. اليوم في الحصه الاخيره نقدر نتكلم على بعض الارقام اللي حققوها بعض السباحين، وين شفنا تالق عده انديه منهم مولوديه الجزائر، اتحاد العاصمه، ملعب الاطلنطي باب الزوار، ملعب الساحل النوتيك الابيار، كل هذه الانديه اللي كانت كما يقولوا تالقت وصدعت المنصات التتويج. بعض الارقام سجلناهم من طرف سباحي المنتخب الوطني، على سبيل المثال مجاهد نسرين اللي شفناها راها تحقق العلامه الكامله في كل سباق وتحقق ميداليات ذهبيه، كذلك السباح حمور من نفس النادي مولوديه الجزائر اللي راهو الله يبارك في احسن مستوى له وين حقق احسن ارقام شخصيه له في هذه الدوره. كاين بعض السباحين من اتحاد العاصمه كذلك اللي هما في المنتخب الوطني على غرار عبد اللاوي سماره ومني صفا معزوزي، ونحب فقط نشير لبعض الاسماء اللي هما في انديه ما راهمش بارزين كما نقولوا في كما الانديه العاصميه اللي راهم كلاسيا، ولكن حققوا نتائج جد طيبه. ملعب الاطلنطي باب الزوار، السباحه بريم رانيا اللي كانت حققت نتائج جد طيبه، كما كنت تكلمت في البدايه كان شباب بالوزداد، كل هذه الانديه راهم كانوا حققوا نتائج طيبه واعتلوا منصات التتويج. في انتظار الاعلان على النتيجه النهائيه وين راح نشوفوا شكون هو صاحب اللقب في كل فئه وفي كل فئه، لانه راح يكون عندنا الترتيب المختلط. احنا جالفور، القوة والمناعة من قلب الكوتيفوار. شيري يرافقكم في كان الكوتيفوار. استمتع بأجواء الكان مع بلاط. لوكس، الشيبس رقم واحد في الجزائر، يتمنى حظ موفق للمنتخب الوطني. كادياس، طريقكم نحو الكوتيفوار. رامي، الذوق الأمثل في كان الكوتيفوار. تكنونورم، يتمنى حظ موفق للفريق الوطني. زيرتوب، أول قناة إلكترونية في الجزائر.